قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة سترد في الوقت المناسب على القرصنة الروسية للتأثير في الانتخابات الأمريكية، في حين وصف الكرملين الجمعة الاتهامات التي وجهها له البيت الأبيض بالوقحة. للوقوف أكثر على تفاصيل هذه التصريحات والاتهامات، أرحب بضيفي الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث في الشؤون الروسية الأمريكية من أمستردام. أهلا بك دكتور باسل معنا. يعني الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة سترد على القرصنة الروسية في التوقيت المناسب، والكرملين يصف هذه الاتهامات بالوقحة. على ماذا استند أوباما بتصريحاته هذه؟ أهلا بك. يعني في الحقيقة يعني أوباما مرة أخرى يعيد الجدل والنقاش حول تصريحاته. فقد سمعنا منه يعني تصريحات أعلى سقفا وأكثر حدة في قضايا مختلفة على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن بقي كلامه مجرد أقوال ولم نرى أي أفعال. وخصوصا اليوم، يعني ماذا نفهم في الوقت المناسب إذا كانت أيامه باتت معدودة في البيت الأبيض؟ لكن كما قلت لم نرى من كلامه خصوصا في السنوات الأخيرة سوى الأقوال ولم نرى أي أفعال. وهذه التصريحات على الأغلب تأتي بنفس السياق مع أيامه القليلة المتبقية في البيت الأبيض. نعم. وكالة الاستخبارات الأمريكية نسب لأحد مسؤوليها أن بوتين تدخل شخصيا في حملة التسلل الإلكتروني الروسي ضد الولايات المتحدة في موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إلى أي مدى يعني هذه المعلومات فعلا تؤخذ على درجة من الدقة والثقة بأن بوتين شخصيا تدخل بذلك؟ في الحقيقة يعني هذا الكلام لا يمكن لأحد تأكيده إلا لما تثبت يعني وثائق أو حقائق تثبت صحة هذا الكلام. يعني لو عندما الأوروبيين بعض الدول الأوروبية اتهمت روسيا بتدخل في انتخاباتها أو لتغيير هناك شعبية مثلا على سبيل المثال ميركل، كان هناك حقائق، يعني استغلال ورقة اللاجئين، أمور أخرى مثبتة بالوقائع. اليوم الاتهامات بخصوص التدخل في الإلكترونيين أو ما شابه ذلك في الانتخابات الأمريكية تحتاج إلى أدلة. يعني مسؤول الاستخبارات الأمريكية يعني هو أكثر شخص ربما مطلع إن كان هناك ثمة شيء حصل. لماذا لا يتم إبراز وثائق لإنهاء هذا الجدل، وبعدها يعني يمكن لهم اتخاذ القرار الذي يراه مناسب للرد على هذا. نعم. ويعني الرد الروسي يوضح ان روسيا ربما يعني باتت لا مبالية اكثر من اي وقت مضى عندما ردت على هذه الاتهامات بانها وقحة. اذا ما الغاية من هذه الاتهامات الامريكية للروس او لبوتين بتدخله بالانتخابات الرئاسية الامريكية؟ وكما ذكرت اوباما ايامه معدودة يعني باتت في البيت الابيض. في الحقيقة يعني أوباما يبدو أنه حتى في أيامه الأخيرة ربما الساعات الأخيرة يريد أن يكبل أي رئيس قادم إلى البيت الأبيض بإرثه، إن كان في ملفات الشرق الأوسط أو حتى في العلاقة مع تركيا مع روسيا، في العلاقة مع إيران وموضوع الاتفاق النووي، كذلك أيضا تركيا، الملف السوري. لذلك نراه يتشبث حتى اللحظة الأخيرة. يعني على سبيل المثال القرار الذي صدر مؤخرا برفع الحظر حول تسليح حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، لماذا طوال الفترة الماضية لم يصدر شيء مثل هذا؟ حتى هذا القرار اعتبر أنه موجه تحديدا بما يخص الميليشيات الكردية، يعني ضد تركيا. بالتالي هو يريد أن يكبل الرئيس القادم بإرث ويحصره في زاوية وخياراته تكون محدودة. وصلت الفكرة دكتور باسل الحاج جاسم، الباحث في الشؤون الروسية والأمريكية من أمستردام. شكرا جزيلا لك.